عملات أجنبية، سعر صرف، فرق عملة. تداولنا اليوم عن الفوركس. تداول الفوركس أو العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والين وغيرهم هو بيع وشراء عملات مقابل عملات تانية بهدف الربح. هالسوق هو أكبر الأسواق المالية بأشواط، وبتوصل تعاملاته اليومية ل 7.5 تريليون دولار، 90% منها مبني فقط على توقعات حركة العملات. المعلومة صارت بإيدك، استثمر. CFI ثبت خطواتك.